طيب، مباراه امبارح كانت فيها تفاصيل كتير كمان، واحنا بنتكلم على الجانب الخاص بالاهلي اكيد الترجي بيستعد بقى بشكل مختلف. ممكن يجي مباراه العوده، هل هيبقى عنده غيابات نفس الغيابات اللي موجوده في لقاء الذهاب؟ هل ممكن يستعيد مشاركه لاعب او اتنين من الغيابات؟ كنا عارفين ان حمد الهوني، الشعلالي، معز بن شريفيه يمكن ابرز الغيابات اللي كانت موجوده في لقاء الذهاب. هل ممكن اللعيبه دي ترجع تكون موجوده في لقاء العوده؟ الأحداث حاليا في الترجي كمان إزاي، خاصة بعد إعلان الكابتن نبيل معلول استقالته بشكل رسمي من إدارة الفريق على المستوى الفني خلال الفترة اللي جاية؟ لذلك في هذه اللحظات معايا على التليفون الناقد الرياضي والزميل الإعلامي التونسي بديع بن جمعة. أستاذ بديع، مساء الخير عليك. مساء النور محمد، ازيك حبيبي؟ مبروك أولا الأهلي يستحق فوز البارح. الله يخليك. وهارد لك للترجي جماهير ونصر. اكيد. طيب، احداث مباراه امبارح، غياب الجمهور، الغيابات، تعليقك وتقييمك في ظل كمان الاعلام التونسي النهارده بيتكلم على ان فريق الترجي اصلا الموسم ده محتاج تعديلات كتيره، وكانت ناس كتيره بتتوقع ان الترجي صعب انه يستكمل مشوار البطوله بسبب خسائره في الدوري المحلي والازمات اللي كانت موجوده في الفريق في الفتره الاخيره. صحيح محمد، هذا لا يخفى لا على الاعلام التونسي ولا على الاعلام المصري. يعني الكل كان يتوقع ربما خساره الترجي ليس بالكيفيه التي شاهدناها بالامس في ملعب راس، لانه 3-0 في مباريات مثل مباريات الاهلي والترجي والتي عاده ما تتسم بالنديه تبقى نتيجه ثقيله نسبيا. الكل كان يتوقع انه الترجي سيكون مهمه صعبه امام النادي الاهلي، لكن ليس بتلك الطريقه التي شاهدناها بالامس في ملعب راس. صحيح ممكن غياب الجماهير كان عامل مؤثر جدا، وانت تعلم جيدا انه في مباريات الاهلي والترجي دائما ما كان الجمهور سواء كان في مصر او في تونس مؤثر، سواء كان للاهلي او للترجي استفاد الاهلي من غياب الجماهير. الترجي ايضا لم يدخل المباراه بالشكل المطلوب، شاهدنا رهبه وخوف يعني بطريقه مبالغ فيها ايضا، حتى انه يعني الربع ساعه الاولى وكانه الترجي كان غايب على الملعب. الاهلي كان بامكانه انه يسجل اكثر من هدف، واتفق هنا ربما مع كابتن الاهلي السابق وائل جمعه الذي قال وانه الاهلي اضاع، يعني كان غاضب وائل جمعه على الاهلي لانه اضاع فرصه الفوز بنتيجه تاريخيه في مباراه الامس. ظروف لم تخدم الترجي، الغيابات صحيح، غياب الجمهور صحيح، لكن رغم كل ذلك غير مسموح للترجي بان يقدم مباراه بذلك السوء. يعني مهما كانت الاسماء الحاضره، الترجي من حضر المفروض الترجي يملك الخبره الافريقيه، يمكن ما تفوزش على الاهلي لكن تخرج باخف الاضرار، كان بامكانك ان تخرج بنتيجه سلبيه او بخساره هدف هدفين ماكسيمم على الاقل، تبقى في مباراه العوده هناك حظوظ وامال ممكن تلعبها. لكن الان صار صعب جدا الحديث عن 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 امكانيه العوده في 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 مصر، ولو انه هنا احيي كثيرا الكادر التدريبي ولاعب الاهلي العقلانيه في التصريحات بعد المباراه، وهذه اعتقد علامه اخرى فارقه بين الاهلي والترجي. تصريحات لاعب الاهلي بعد المباراه توضح الفوارق التي اصبحت بين الاهلي والترجي للاسف. طيب، مين ممكن يتولى القياده الفنيه للترجي بعد اعلان الكابتن نبيل معلول استقالته منذ قليل؟ هل المعاون الجهاز المساعد، هل ممكن يبقى في وجه جديد؟ هل ممكن الكابتن معين الشعباني يتولى المسؤوليه مؤقتا وحاليا حتى بيعمل في مصر؟ ممكن الكابتن راضي الجعايز يرجع من تاني؟ مين ابرز الاسماء اللي ممكن تكون مرشحه لقياده الترجي يا بديع؟ هو صعب تحديد الاسماء الان، لكن لنتفق انه مبدئيا نبيل معلول رفع الحرج عن اداره الترجي من خلال اعلانه الاستقاله، لانه غضب جماهيري كبير من جماهير الترجي سواء كان داخل تونس او خارجها على الاداء، وصب كل وجام غضبه على المدرب. بالتالي كان المفروض سواء كان اقاله او استقاله، نبيل اعلن الاستقاله، بالتالي رفع هذا الحرج عن الاداره. منتظر وانه في الساعات القليله القادمه انه الاداره ستقوم ببلاغ ستعلن فيه اقاله الكادر التدريبي بالكامل، لانه نعلم جيدا ان المساعدين قادموا مع المدرب نبيل معلول، بالتالي من الصعب جدا ان تستمر على راس الاداره الفنيه للترجي. من بين الاسماء المطروحه في الدقائق الماضيه استمعت الى بعض يعني الاوساط الترجيه التي تحدثت عن امكانيه عوده المدرب السابق للترجي عمار سويح، وهو الذي يبدو في حل من كل ارتباط في هذه الفتره، بالتالي اكثر مدرب يمكن في هذه الفترة يكون متوفر للترجي. هذا من بين الأسماء، هناك ربما أسماء أخرى، قد يكون مجدي تراوي المساعد السابق للمعين الشعباني.
الشعباني والذي يعرف جيدا هذه المجموعه حيث انه غادر الترجي منذ تقريبا سنه ونصف، بالتالي بعض الاسماء يعرفها جيدا، يعرف كواليس الترجي من كان وان يكون من بين الحلول، ولا نستبعد ان يتم تصعيد احد المدربين من الاداره الفنيه للترجي من الفرق الفئات السنيه. هناك حديث ايضا عن مدرب اجنبي هو باتريس كاتران المدرب الاعرابي في مصر الذي درب الاهلي والزمالك، لكن استبعد ان يتم الاتفاق معه في هذه الفتره تحديدا، وانه مباراه العوده ستكون يوم الجمعه المقبل في مصر، بالتالي من الصعب جدا ان يقبل مدرب في حجم كاتران ان يتولى تدريب الترجي في هذا الظرف الحرج، بالتالي قد يكون يعني حل للموسم المقبل. الترجي الان عليه ان يركز اكثر على هذه الفترة، فترة مهمة حساسة، أن يتجاوز مباراة العودة بأخف الأضرار. صحيح صعب جدا أن تحقق نتيجة إيجابية في مصر وأن تقلب الموازين القوة بأربع أهداف أمام الأهلي هذا الفريق العريق، لكن هناك نهائي كأس تونس، فاينل كأس تونس، هناك ثمانية جولات متبقية في الدوري التونسي، والترجي يبقى مراهن جدي حتى يعني إن لم يحرز اللقب عليها يكمل على الأقل في المركز الثاني حتى لا يغيب عن مقابلات دوري أبطال إفريقيا السنة الجاية المقبل. بالضبط، يعني وضعية حرجة جدا يعيشها الترجي صراحة، صعب جدا أن تكون هناك يعني الآن عقلانية في اتخاذ القرار، بالتالي أعتقد أن الترجي سيذهب إلى حل برسي، مدرب قد يقود الترجي في أسبوعين ثلاث أسابيع المقبلة، من ثم تفكير في مدرب ربما في حجم الترجي، وأعتقد أنه الاتجاه سيكون هذه المرة إلى مدرب أجنبي كبير، لأنه الترجي أعطى فرص لكل أبنائه تقريبا في السنوات الماضية، من خالد بن يحيى لمعين الشعباني مرورا برافي زعيدي ونبيل معلول. أعتقد أنه الفرصة الآن ستكون أكبر لمدرب أجنبي على رأس الترجي رافي زعيدي. طيب سؤال أخير، طرف المباراة النهائية، أنت طبعا بترشح الأهلي خلاص بنسبة كبيرة، مين ممكن يكون طرف المباراة النهائية؟ هذا المنطق محمد وهذا الواقع. طيب مين المنافس اللي ممكن يكون مع الاهلي مثلا؟ هو الاماني العربيه، ممكن ان يكون الوداد منافس الاهلي، بالتالي نعيد مشاهده نهائي تكرر اكثر من مره بين الاهلي والوداد، لكن لا يختلف اثنان في انه صن داونز يقدم افضل كوره في هذه النسخه من دوري ابطال افريقيا. اتوقع صراحه ان يكون الفريق الجنوب افريقي اوفر حظ، وان تكون المباراه النهائيه مختلفه كليا عن مباراتي الذهاب والعوده بين الاهلي وصن داونز. نعلم جيدا ان الاهلي استفاد كثيرا من بدايه الصعبه في دوري ابطال افريقيا، واعتقد ان الاهلي سيكون بطل افريقيا مره اخرى، وهذا مستحق بالنظر للامكانيات الفنيه البشريه الاداريه ايضا. الاهلي يبقى الاكثر تكاملا في القاره الافريقيه، لا يختلف اثنان في انه الاهلي هو زعيم القاره، هو كبير القوم في هذه القاره الافريقيه، وهذه النسخة لا أعتقد أنه ستفلت من زملاء علي معلول بإذن الله. يعيشك بديع، شكرا لك، نورتني وشرفتني. شكرا، مبروك مرة ثانية، وحظ موفق للترجي وبقية الفرق الافريقية الأخرى. الله يخليك، شكرا جزيلا للزميل الإعلامي بديع من جمعة، الإعلامي التونسي متحدثا عن لقاء الأهلي والترجي في تونس. كل التوفيق يا رب للأهلي كمان في خلال المرحلة القادمة.